السلام عليكم، أرحب بكم أجمل ترحيب، كل باسمه وصفته ومكانه ومكانته. إذا كنت لا تمارس الرياضة أو تمارس الرياضة من أجل الصحة أو كنت رياضي أو مدرب، الفيديو هذا من أجله، تابع معنا حتى النهاية. موضوعنا لهذا اليوم سوف يتحدث عن نبض الراحة وأهميته للرياضيين وللأشخاص العاديين، وكيف يتم تطبيقيا احتساب نبض الراحة وأهمية نبض الراحة ودوره في تقنين الأحمال التدريبية باستخدام النبض، والموضوع الآخر الحد الأقصى لضربات القلب وأهميته لتقنين الحمل التدريبي، وما هي الحدود الآمنة لحمل التدريب، وما هي المعادلات التقليدية أو المعتادة والمعادلات الحديثة التي يتم من خلالها حساب الحد الأقصى لضربات القلب. وللإجابة على كل تلك الأسئلة سريعا تابعنا إلى النهاية، وما تنساش الاشتراك في القناة وعملت لايك وفعلت الجرس لكي يصلك كل جديد. فمعدل ضربات القلب يعتبر مقياسا مهما في الصحة واللياقة، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة يتراوح ما بين 50 و90 نبض في الدقيق للبالغين، وتختلف ضربات القلب من شخص لآخر باختلاف العمر وحسب صحته ولياقته البدنية، وتنخفض عدد ضربات القلب أثناء النوم، وهذا أمر طبيعي، وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة الجسم أثناء النوم وإفراز الهرمونات الليلية حتى تتم عملية البناء والتخلص من مخلفات التعب بصورة جيدة. فنبض الراحة مؤشر جيد للصحة، تتراوح ضربات القلب أثناء الراحة بين 70 و75 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، وكلما قل نبض الراحة للشخص أو للفرد كانت صحته أفضل، مؤشر الكفاءة البدنية أعلى، وبالتالي يتمتع بصحة أفضل بسبب تضخم القلب أو كبر حجم القلب من جراء ممارسة الرياضة، وبالتالي تكون الدفعة القلبية أقوى وكمية الدم المدفوع في الضربة الواحدة أكثر. وكلما زاد أو ارتفع نبض الراحة للشخص باتجاه 90 أو أكثر قلت مؤشر الكفاءة البدنية، وبالتالي تكون لياقته أضعف وصحته أقل من الشخص الذي يتمتع بنبض راحة أقل. وهناك عوامل تؤثر على نبض الراحة وتؤدي إلى ارتفاعه، ولا ينفع بوجود هذه الأعراض أن نقوم بأخذ قياسات لنبض الراحة. ومن هذه العوامل هي الحالة النفسية، التوتر، القلق، الضغط العصبي، أيضا السهر، الإفراط في تناول الكافيين الموجود في الشاي والقهوة. الكافيين يسبب إلى الزيادة بعدد ضربات القلب. ومن العوامل أيضا درجة الحرارة، فارتفاع درجة مئوية واحدة معدل طبيعي يزيد عدد ضربات القلب 10 ضربات. وبالنسبة للمرأة لا ينفع أن نأخذ نبض الراحة أثناء الدورة الشهرية أو في موعد تخصيب البويضة، لأن درجة حرارتها بترتفع نصف درجة عن المعدل الطبيعي، وأيضا المرأة الحامل والأطفال دون سن البلوغ، لأن الأطفال دون سن البلوغ لديهم ضربات قلب أعلى من الأشخاص البالغين. طريقة حساب نبض الراحة: قبل المجهود والجسم في حالته الطبيعية يستلقي المختبر أو المختبرين على الأرض وضع الرقود لمدة تتراوح 5 دقائق لكي ينخفض الضغط إلى أدنى مستوى له دون أن يفعلوا أي شيء، رقود واسترخاء. بعد أن تنتهي 5 دقائق نبدأ بحساب نبض الراحة، ويمكن أخذ النبض من عدة مناطق في الجسم، من الشريان الزندي أو الشريان الكعبري أو الشريان العضدي، ولكن من الأفضل أخذ قياس النبض من الشريان السباتي في الرقبة، ويتم أخذ 3 قراءات من المفحوصين، أخذ عدد ضربات القلب خلال 30 ثانية في القراءات الثلاث. في القراءة الأولى يتم أخذ عدد ضربات القلب خلال 30 ثانية، تسجل عدد ضربات القلب في استمارة تفريغ البيانات للمفحوصين أو في ورقة خارجية، ثم يترك المفحوص لمدة دقيقة، ثم نكرر ذلك. بعد انتهاء الدقيقة نقوم بأخذ القياس للمرة الثانية لمدة 30 ثانية، وتسجل القراءة الثانية في استمارة تفريغ البيانات، ونفس الإجراء يتم في المرة الثالثة كما في المرة الأولى والثانية. بعد ذلك يتم جمع القراءة الأولى والقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وناتج حاصل الجمع يضرب في 2، ثم نقسم الناتج على 3، وناتج القسمة هو متوسط نبض الراحة في الدقيقة للاعب أو المفحوص أو المفحوصين. أو بطريقة أخرى يتم ضرب كل قراءة في 2، القراءة الأولى نضربها في 2، القراءة الثانية في 2، والقراءة الثالثة في 2، وضربنا كل قراءة في 2 حتى نحصل على نبض الراحة لمدة دقيقة كاملة. ناتج حاصل ضرب القراءات الثلاث نقوم بجمعهم، وناتج الجمع نقسمه على 3، فيطلع لنا متوسط نبض الراحة في الدقيقة للاعب أو المفحوص. نعطي مثال توضيح للكلام السابق. نفرض في القراءة الأولى لنص دقيقة أحد المختبرين في القراءة الأولى جاب 33، في القراءة الثانية 32،
في القراءة الثالثة 31. نقوم بجمع القراءات دي أولا، وإذا جمعنا 33 و 32 و 31 حيطلع لنا 96، نضربها في 2، 96 في 2 يطلع لك 192. ال 192 دي نقسمها على 3 بيطلع لنا متوسط نبض الراحة في الدقيقة 64، أو بطريقة أخرى نضرب ال 33، ال 33 في 2 بتطلع لنا كم؟ 66، وال 32 في 2 بتطلع لك 64، وال 31 في 2 بيطلع لك كم؟ 62. نجمع القراءات الثلاث بتساوي 192. مجموع القراءات الثلاث نقسمهم على 3، إذا على 3، إذا 192 قسمة 3 يطلع لك نفس الناتج 64 نبضة في الدقيقة. ما سبق وتحدثنا عنه كان يخص نبض الراحة. الجزء الثاني من موضوعنا هو النبض الأقصى أو الحد الأقصى لضربات القلب. هناك طريقتين، الطريقة التقليدية أو الطريقة المعتادة أو الطريقة الشائعة أو الطريقة القديمة المعادلة. قول أقصى نبض ممكن يصل إليه اللاعب 220 ناقص العمر. نعطي مثال، لاعب عمره الزمني، والمقصود بالزمني عمره في شهادة الميلاد، عمره بالسنوات 25 سنة. الحدود القصوى لضربات القلب، تعال نطبق المعادلة. احنا قلنا 220 ناقص العمر، العمر هنا قلنا كم؟ 25 سنة، ويطلع حدود ضربات القلب القصوى لهذا اللاعب اللي عمره 25 سنة 195 نبضة في الدقيقة. هل معناته أن هذا النبض ما يرتفعش أكثر من 195 للعبة هذا توصل ل 200 و 210؟ توصل، لكن هذا الرقم هي الحدود الآمنة لهذا اللاعب اللي هي أقصى شدة ممكن يصل إليها. إذا زاد الرقم على الحدود القصوى لضربات القلب على هذا الرقم يدخل اللاعب في مرحلة الإرهاق، ينتقل من مرحلة التعب إلى مرحلة الإرهاق. مرحلة التعب مفيدة، مرحلة الإرهاق بتجيب نتائج عكسية للاعب وقد تسبب له إصابات، قد تسبب له فشل في عمل القلب. لكن هذه الطريقة التقليدية أو هذه الطريقة القديمة فيها نسبة خطأ 10 ضربات، فيها نسبة خطأ 10 ضربات. إذا استخدمت هذه الطريقة بطريقة كارفونين لتقنين حمل التدريب باستخدام النبض فإن فيها نسبة خطأ 10 ضربات، وبالتالي تعطي قراءات غير دقيقة للمدرب في تقنين الأحمال التدريبية باستخدام النبض للاعب. والطريقة الأخرى أو الطريقة الحديثة تذكرها طبيب يدعى تاناكا، ومن الاسم يبدو أنه ياباني والله أعلم، والمعادلة اسمها معادلة تاناكا. المعادلة بتقول في الطريقة الحديثة، ومعادلة تاناكا عالجت هذه المشكلة أو نسبة الخطأ في ضربات القلب في الطريقة القديمة. فالمعادلة الحديثة بتقول نطرح 207 من حاصل ضرب العمر في النسبة الثابتة لنفس اللاعب. نعطي مثال، نفس اللاعب عمره 25 سنة، عمر الزمني، الحدود القصوى لضربات القلب لهذا اللاعب، اولا نبدا نقوم بضرب العمر، نحن قلنا 25 سنة، في النسبة الثابتة 0.7 من 10، ويطلع لنا 17.5، ويكون الناتج 17.5. نقوم الان نطرح 207 ناقص 17.5، ويطلع الحدود القصوى لضربات القلب لهذا اللاعب 189 نبضة بالدقيقة تقريبا. وعشان تقنن الحمل التدريبي بصورة دقيقة يفضل أن أنت تستخدم معادلة تاناكا باستخدام طريقة كارفونين حتى تستطيع تقنين الحمل التدريبي بصورة علمية دقيقة. وإذا حابين نتكلم في تقنين الأحمال التدريبية باستخدام الطريقة الحديثة والطريقة القديمة باستخدام مثلا معادلة تاناكا وطريقة كارفونين لتقنين حمل التدريب باستخدام النبض بصورة دقيقة، اكتب لي تحت في التعليق. أتمنى أن أكون قد وفقت في توضيح الصورة بشكل بسيط، وما توفيقي إلا بالله، وأتمنى لكم المتعة والفائدة. إن عجبك الموضوع وحسيت أن في مجهود كبير انعمل لأجل إنتاج الفيديو بهذا الشكل، محاولة لتقديم المعلومة وتبسيطها لأجلك، ما تنساش لايك ومشاركة لكي يستفيد منه الجميع. وإذا كنت مش مشترك معنا في القناة اعمل اشتراك، دعم للقناة، واعمل لايك وفعل الجرس لكي يصلك كل جديد. وما تنساش وانزل تحت في صندوق الوصف الديسكريبشن، سوف تجد روابط محاضرات قيمة أتمنى أن تنال إعجابك. مع خالص مودتي للجميع، دكتور جمال الوصابي.